طيب من شوية توقف الخط الأول للمترو، وده بسبب سقوط سيدة تحت عجلات المترو. احنا معانا على تليفون الأستاذ أحمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة النقل. أهلا بحضرتك معانا في مساء القاهرة. اهلا بحضرتك استاذه انجي وبكل مشاهديك الكرام. ايه اللي حصل؟ ايه تفاصيل الواقعة اللي انا كلمت عليها دلوقتي؟ هو التفاصيل الواقع كان المترو الانفاق داخل محطه عزبه النخل في اتجاه المرج، فوجئ السائق بسقوط سيده يعني في الثلاثينيات من العمر على قضبان القطار، ما لحقش ان هو يفرمل. يعني هو تعرف المترو هو داخل القطار، هو داخل على المحطه سرعته لا تقل عن 70 كيلو. فالواقعه حصلت قدامه، كان بالظبط بينه وبين السيده 20 متر، فهو ما لحقش ان هو يفرمل، فادى الى انه بتر ذراعها احد ذراعيها ونقلت الى المستشفى، وهي حاليا في مستشفى الدمرداش. هي لم تتوفى، ولكن هو بتر ايوه يطمنا عليها، هي دلوقتي حالتها عامله ازاي؟ حالتها الحمد لله، يعني احنا متابعينها، وكانت مستشفى جراحه اليوم الواحد في عزبه النخل، وبعد كده ايوه حصل لها ايه بالظبط؟ ايه الاصابات اللي بتر حصلت لها؟ بتر 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 في الذراع، بتر بتر في الذراع، وهي هي 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 يعني لم تلقي بنفسها، او هي اغمى عليها، هي واضح ان هي مثلا كانت بتعاني من حصل لها حاله اغماء فجاه، سقطت من على المحطه مع الرصيف على القضبان. طب هنا يعني عشان الحوادث دي ما تتكررش، احتياطات الامن والسلامه فين؟ هو المفروض يا فندم ان احنا في يعني اللي بيبقى واقف منتظر المترو ما بيبقى بعيد شويه عن الرصيف، يعني واقف على الرصيف بس بعيد شويه عن القضبان شريط السكه الحديد، بعيد يعني في شريط، المفروض ان هو في شريط بيبقى ما بيتجاوزوش لغايه ما المترو بيقف، بيدخل ويقف تماما، حتى هو يعني حتى دخوله وهو بيتحرك المفروض ان انا ما بجريش عليه، ولكن هو اللي بيحصل ان هو مجرد المترو بيدخل المحطه فانك تبدا تتدافع وعشان تلحق تركب وكده. بس يعني المفروض بيبقى فيه يعني مكبرات صوت في المترو بتطلق تحذيرات كل مثلا. حاجة، وفي 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 اذاعه داخليه، والمترو في تحذيرات وكل حاجه، بس في النهايه هو بقى احنا سلوكياتنا هي في كتير منها. انت حضرتك بتزعلي من الكلمه دي، ولكن انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. مثلا امبارح في 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 في, في, في السويس، في قطار الاسماعيليه السويس، مجموعه طلبه بيتخانقوا مع بعض، راحوا مكسرين الزجاج بتاع القطار. فالدكتور طارق جريشي عنده مبدا انه القطار اللي يتخرب ما شغلوش الا ما اقبض على اللي خربوه واحملهم تكلفه الاصلاح، وده اللي حصل بالفعل. وقفنا القطار امبارح، كانت النتيجه ان تم القبض على اللي خربوه، والنهارده سددوا قيمه الفاتوره بتاعته واشتغل القطار. ده لو قلت لحضرتك ان كان بيحصل في السابق حوالي 5 مليون جنيه في السنه زجاج قطارات بسبب التخريب، وما كانش بنوصل للفاعل، كان دايما الفاعل مجهول والدوله هي اللي حضراتكم بتطبقوا قاعده من اتلف شيئا فعليه اصلاحه. فعليه اصلاحه بالضبط، من ابتدى شيئا عليه اصلاحه. لو دي اتطبقت في كل قطاعات الدوله تاكدي اللي هيبقى فيه يعني عدم استهانه في التعامل مع الممتلكات العامه، لان يعني احنا فعلا احنا متخيلين يا استاذه ان احنا الممتلكات العامه دي يعني الحكومة. دي المفروض ممتلكات الشعب، حاجته يعني لازم يحافظ عليها، ولما هتتصلح هتتصلح من فلوسه. الحكومه هتصرف، الحكومه معاها فلوس، الحكومه بتاخد من انجي انور ومن احمد ابراهيم ومن بشير حسن ومن كل اللي بيشوفونا دلوقتي، ومن يعني ما دي فلوس الحكومه، هي اللي بتاخدها من الناس وتصرفها على ممتلكات الشعب. فعلشان كده احنا بنناشد الناس ان هي يعني يبقى في توعيه في التعامل مع ممتلكات الشعب، لانها ما لكن عندناش. اكيد يا استاذ احمد الحكومه عليها دور، يعني مش عايزين نحمل المواطن كل حاجه برضه. ما ده اللي احنا عملناه النهارده يا فندم، ان احنا بنحاول نفرض الانضباط، واللي بيستهين بقى هو يتحمل بقى ايه نتيجه الخطا بتاعه. احنا بدل ما نصرف 5 مليون جنيه على اصلاح زجاج مكسر نصرفهم على تحسين الخدمه، على اضافه خدمه. احنا ما عندناش. طيب حركه المترو رجعت تاني؟ هي توقفت 20 دقيقه فقط وبعدين رجعت تاني. انا بشكر حضرتك استاذ احمد ابراهيم المتحدث باسم وزاره النقل، شكرا جزيلا.